في إطار العلاقات الأخوية بين لبنان ومملكة المغرب، هبت اليوم الجالية اللبنانية وسفارة لبنان برعاية حملة للتبرع بالدم لصالح مراكز الدم في مملكة المغرب، لاسيما بعدما علمنا أن هناك نقصاً في بنوك الدم في المغرب. وهذه خطوة رمزية، ونحن نستذكر كل يوم الخطوة المقدرة جدا والتي يعني لبنان عبر عن امتنانه لإلى شعبا وقيادة، للخطوة الكبيرة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحفظ الله ويرعاه عندما وجه بإرسال مساعدات طبية واستشفائية وعينية إلى لبنان واللبنانيين على إثر الانفجار الذي حصل في المرفأ في 4 أغسطس. فأمل أن يعني نستطيع اليوم في هذه الحملة أن نبلسم بعضا من النقص الذي يحل ببنوك الدم، ويعني أسمينا الحملة تحت عنوان بالدم سوا، وإن شاء الله في السراء والضراء لبنان والمغرب سوا بإذن الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.